بسمعك دكتور. تسمعوني. شو هاي ما تسمعوا هالسالفة؟ الو، هاي لا سالفة دكتور دكتور. نسمع. بسمعك دكتور. مثلا يقول الكلمة اللي ما تعجبني ما اسمعها. فسواء وصل التبليغ، انا كنت انتظر مقرر ممثل الشعبة يرجع لي خبر، ما رجع لي خبر. فعلى هالاساس راح يكون يوم الثلاثاء القادم امتحان كويز الكتروني، الماده مالته الخمس محاضرات فقط الاولى، هاي محاضره مال اليوم ما داخله. واضح شباب؟ واضح دكتور. واضح. اوكي ممتاز. وانا ما رجعت لي خبر موصل، لو قايل لي البارحه ما كان استخدم الكلمه الدكتاتوريه في زمن الديمقراطيه. اوكي نرجع إذن إلى محاضرتنا. شو طلاب ماكو اليوم 21 طالب لحد الآن. هذا شوفوا الأسماء الحضور، شوفوها. أحمد موجود، زين أحمد جاسم. ناس طلاب في قليلين اليوم، 24 3 و22 جانا 1000. فراس دخل، يسموه فراس. اوكي نعم نبدي بالمحاضره مالتنا شباب، نبدي بمحاضرتنا مال اليوم. الموضوع شويه بدا يشد اكثر علينا، وبدت الحاجه يمكن اذا بعضكم قلبها المحاضره اللي دزيتها البارحه لممثل الشعبه، اللي قلبها شاف الشغله شو بدت تتعقد مثل ما يقول ابو المثل. ها تشوفوا من شاف المحاضرة اللي دزيتها البارحة؟ ما حد يلا. المهم المحاضرة مالتنا مال اليوم نبديها بموضوع اسمه بيوفورت سايفر، هي طريقة أخرى من طرق السبستيتيوشن، سواها شخص اسمه بيوفورد انجليزي، سير اسمه سير. هاي السير ما عليكم من عندها، يعني القاب الانجليز كانوا ينطوها السير واللورد المهم سير فرانسيس بيوفورد. هي عبارة عن طريقة تعويض substitution cipher that is similar to Vigenère cipher، تشبه طريقة الفيجينير اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة إذا تذكروها، وذا سلايتلي موديفايد ان سايفرنج ميكانيزم اند تايب، وبتحوير بسيط. يعني شباب البحث العلمي، اذا اوضح لكم نقطة، انه البحث العلمي هو بناء مثل شو واحد يبني بيت، ساف فوق ساف، كل واحد يجي يقترح والله يجي يكمل وراه. فالفيجنير سايفر اذا تتذكرون بالمحاضره السابقه كان عباره عن كي وورد وجدول، او مرات مو جدول، يعني كي وورد اللي هو الفاينايت لين، وعندنا هذا هل هل فيجنير او هل كي وورد استخدم بيريودكلي ويا البلين تكست، حتى لو كان طول البلين تكست هو اطول من الكي وورد. و في وقتها رويت لكم جدول، قلت لكم هذا الجدول مو للحفظ او طريقته مطوله، اللي يريد يستخدمه يكتبه، يطول له خمس دقائق الله يكتبه، او ويقاطع الصف والعمود، او يستخدم المعادله بعد ان يحول الحروف الى ارقام اذا تذكروا. بيوفورت سايفر كل اللي سواه انه غير المعادله مال فيجنير من عملية جمع كانت السي اي تساوي بي اي زائد كي اي. بيوفورت سايفر كل اللي سواه قال لا، الانكربشن حسب المعادلة اللي تشوفوها امامكم، معادلة رقم 11، انه سي اي تساوي كي اي ناقص بي اي، طبعا كله مود 26، كله مود 26، يعني كل ما هنالك عبارة عن تبديل معادلة، هذيك كان كي اي زائد بي اي، هنا صار كي اي ناقص بي اي. تذكروا ليش كي اي مو كي؟ كي اي لانه كل كاركتر له مفتاح يختلف عن الثاني، وهذا يستخدم بيريودكلي مثل ما قلنا، يعني احنا ما زلنا نحكي بالبولي الفابيتك سايفر. اسمعوني شباب. بسمعك دكتور. طيب الميكانيزم مال الانكربشن اللي هي ورا المعادله رقم 11 يمكن واضحة أو غير واضحة، خلينا نقراها. Locate the plain text letter in the top row of the table. حدد
الحرف اللي هو البلين تكست بالسطر العلوي من الجدول. Search the column immediately under it وأبدي أبحث بالعمود اللي تحته إلى until إلى أن توصل إلى الكي لتر اللي خاص بهذا الحرف. بعدين follow the row of the key letter to the left. بعدين اتحرك إلى جهة اليسرى. The crypto letter is found in the leftmost column. السايفر لتر أو الكريبتو لتر اللي حيكون هو بالleftmost العمود اللي أقصى اليسار. ما أعرف إذا هاي جملة واضحة أو غير واضحة، هنشوفها بعد شوية من خلال الجدول بالسلايد اللي وراء. هذه فيما يخص الانكريبشن. احنا يمكن هاي الجملتين او هذا السطرين ممكن واحد يقول استاذ انا ما اريد استخدم الجدول، يصير استخدم المعادله 11؟ الجواب نعم. الجواب نعم، ممكن انه هاي السطرين والجدول كله ما تستخدمه، بس هو اكو من يقول انه الجدول اسرع، يعني اذا واحد قدامه جدول خاص اذا كانت المسج طويله الجدول اسرع. على العموم الديكريبشن اللي هو معادلة رقم 12، نشوف المعادلة رقم 12 هي بالحقيقة جاية من المعادلة رقم 11. كل اللي أسويه أن أنقل الناقص بي آي إلى جهة اليسار وأجيب السي آي إلى جهة اليمين. إيش يصير عندي؟ يصير عندي بي آي يساوي كي آي ناقص سي آي مود 26. هنا العملية مال إيجاد البلين تكست من السايفر تكست، ممكن واحد يطبق المعادلة 12 ويحول الحروف الى ارقام ويطرح مود، وهاي كلها تعلمناها احنا بالمحاضرات السابقه. واضح يا شباب؟ بس عمليه استخدام الجدول بالديكريبشن هي عمليه معاكسه بالضبط للسطرين الموجوده وراء معادله 11. فش نقول؟ نقول لوكيت الكريبتو لتر ان ذا ليفت موست كولوم اوف ذا تيبل، يعني حدد السي بالعمود اللي واقع على جهه اليسار، وبعدين امشي على الصف الى ان تلقى الكي لتر وبعدين اصعد الى الاعلى، وضبط بعمليه معاكسه. هاي العمليتين هاي اللي هسه حكيتها مال الانكربشن والديكربشن يوضح لي هذا الجدول. تشوفون هذا الجدول امامكم؟ نعم. شوفوا هسه اذا كان عندي هذا الجدول بالحقيقه هو انا بسميه بيوفورد تيبل، بس هو بالحقيقه هو نفسه فيجنير تيبل ترى مو غيره. لو تلاحظوه وتقارنوه ويا الجدول اللي اعطيناه بالمحاضره السابقه هو نفسه. اما انا عندي الصف الاول للاعلى هو البلين تكست من الاي للزد، و السايفر اللي حيكون عندي بجهه لا كان عندنا الكيورد الحقيقه بجهه اليسار، وبعدين كنا نقاطعهم يطلع عندي السايفر تكست هنا بما انه هي عمليه طرح. فايش اسوي اذا تشوفون الماوس؟ اذا تشوفون الماوس تشوفون الماوس زي يتحرك مالتي؟ نعم دكتور. هذا الدي هو البلين تكست، الدي هو البلين تكست. فايش اسوي؟ انا عندي البلين تكست اللي هو الكاركتر دي اللي هو البلين. فايش اسوي؟ انزل للاسفل بنفس العمود مادي الى ان القى الكي لتر هذا الاف، اتحرك الى جهه اليسار اقرا السايفر تكست. هذه بعمليه الانكربشن. بعمليه الديكربشن بالعكس، يعني كل ما هنالك ممكن اجي هالشكل وهالشكل لاجي لا من هنا اقول سي اللي هو السايفر تكست اتحرك صف القى الكي لتر اصعد للاعلى القى البلين تكست. يعني هسه مثلا اريد واحد يطلع لي البلين تكست مال الحرف ام اذا كان الكي لتر هو كي. يلا من يقول لي من يرد لي اياه؟ البلين تكست هو ام والكي لتر هو كي، من يطلع لي اياه ويقول لي؟ كي. البلين تكست هو ام والكي هو كي. الواي استاذ الواي شو باوع ام الام نزلنا للاسفل الى ان لقيت شنو هذا اللي اشوفه بالماوس. اذا لقيت الكي لتر هذا واقرا السايفر تكست. هذه اذا واحد يريد يستخدم الجدول.
او يقول لا انا ما استخدم الجدول، ارجع للارقام والمعادلات مالتي، يعني ارجع اقول عندي ارقام حروف احولها الى ارقام واطرح واطلع الرقم وبعدين ارجع الى حروف بالكيف مثل ما يقول. واحد ممكن هيك ممكن زين، بالعكس اريد واحد يطلع لي البلين تكست مال الحرف اس سايفر تكست. هو سايفر تكست هو اس، يعني سايفر تكست، السايفر تكست اريده هو سايفر تكست هو اس اذا كان اللتر كي لتر هو دبليو. يصير سايفر تكست هذا اس، الدبليو هي الدبليو نصعد فوق شي يطلع، يطلع عندنا اي. واضح شباب؟ عمليه سهله كلش، وهاي سواها منو سواها؟ قلنا هذا اللي هو فرانسيس بيوفورد سير اسمه. هاي الالقاب مال الانجليز سامعين بها انتم، هو الالقاب مال الانجليز سير ولورد على العموم. فتريد تستخدم هاي المعادله بالانكربشن وهاي المعادله بالديكربشن، او تستخدم هذا الجدول اذا موجود عندك بعمليه الانكربشن ديكربشن بدون الحاجه الى الارقام. شباب واضحه هاي الطريقه؟ طريقه كلش سهله وبسيطه، وهي فالتحوير بسيط عن طريقه الفيجنير. الفيجنير كان عندي هنا اذا تذكرون، كان عندي بلين تكست وكان عندي هنا المفتاح، وانقاطعهم يطلع عندي السايفر تكست. هناخذ مثال، ناخذ مثال تشوفوا اليوم ترى النت من البارحه بالليل منطقتنا مو كلش، فاني شويه متخوف اليوم من النت. يعني بالبدايه بالمناسبه ليش سالتكم وما شاءت عندكم مشاكل بالدخول؟ انا كانت عندي مشكله بالدخول للجوجل ميت، ما انفتح عندي يعني الهوست ما انفتح عندي، ما اعرف شنو المشكله. بعدين بالمحاوله الثانيه يلا انفتح. اوكي، فمثال encrypt the message اللي هي defend the east wall of the castle. هاي سوالف دكتور مصعب ماخذها من كتاب، دائما يذكرنا بالافلام التاريخيه هاي الاجنبيه الاوروبيه. شنو defend the east wall of the castle معناته بالعربي؟ ها؟ من القلعة، دافع عن السور الشرقي للقلعة. هذه أيام الحروب، والجملة هاي ما أخذها دكتور مصعب من كتاب تاريخي الظاهر. Using Beaufort cipher for the given keyword is fortification. طيب شو نسوي احنا أمام طريقين؟ لو نستخدم الجدول أمامنا ونجي حرف حرف، يعني نقول البلين تكست دي واستخدم له اف وطلع اقاطعهم يطلع السي وهكذا، او وهي الطريقه اللي اذا ما كان عندك هذا الجدول موجود، انه شو تسوي؟ تسوي هذا الجدول قلنا حل مرتب. شو نسوي؟ نجي نحول المفتاح الى ارقام فورتيفيكيشن، واذا خلصت الفورتيفيكيشن ها لكون انه كلمه فورتيفيكيشن والكي وورد هو اقصر من البلين تكست. فشو اسوي له؟ تذكرون مثل فيجنير سايفر، شو اسوي له؟ ابدي اكرره. وهي هنا ما بي تكرار هوايه، بس اربع حروف. فالاف هو خمسه، والاو هي 14، والار هي 17، وهكذا. شباب انا نبهتكم قلت لكم شيكوا هاي الارقام علي وعلى دكتور مصعب، خاف صاير خطا. زين، اف 5 او 14، الار 17، التي 19، وهكذا طلعت الارقام اللي تخص المفتاح. بعدين البلين تكست ديفين، بعدين فراغ، في فراغ، ايست فراغ، وول اوف تكمله الجدول جوا، اوف فراغ، في فراغ، كسل. واضح شباب؟ الان هذه البلين تكست ايضا احولها الى شنو؟ الى ارقام. هذه احولها الى ارقام. بعدين شو اطبق المعادله رقم 11؟
شو تقول معادلة رقم 11؟ سي اي تساوي كي اي ناقصا بي اي. حق كل عندي كي اي 5 بي اي 3، 5 ناقص 3 2، الاثنين شيء قابل قابل حرف سي. بعدين 14 ناقص 4 هو 10 يقابل حرف كي. بعدين 17 ناقص 5 يطلع 12 يقابل حرف ام. 19 ناقص 4 15 وهكذا كلها احسبها، كلها احسبها، وراح يكون عندي السايفر تكست متكون من سي كي ام بي في سي بي في دبليو الى اخره. واضحه شباب؟ واضحه دكتور. هنا لحد الان اذا تتذكرون بكل محاضراتنا مال اليوم حتى المحاضرات السابقه تلاحظون هيكليه الجمله بعدها موجوده. يعني شنو هيكليه الجمله؟ شو اقصد بهيكليه الجمله؟ الجمله هسه هذه هيكليتها من حيث مواقع السبيسز والكلمات. يعني انا هسه من دا اقرا هاي الجمله هسه، ها من دا اقرا هاي الجمله اللي هي طبعا ما مفهومه من هاي، لها معنى باللغه؟ ما لها معنى، تمام؟ بس من اباوعها انا دا استنتج انه هذه الجمله متكونه من هاي الكلمه وبعدين فراغ وبعدين كلمه اخرى وبعدين فراغ وبعدين كلمه اخرى وبعدين فراغ وهكذا. الى حد هذا التاريخ ما حد فكر يفلش الهيكليه مال الكلمه. شنو يعني؟ فهمتوني؟ يعني شنو يعني شاف الكلمات؟ ما حد فكر يفلش الهيكليه. دكتور يعني السبيس ينطي رمز. السبيس ينطي رمز لح يصير مو 26 لح يصير 27. وهذه طريقة السبستيتيوشن. بس إن شاء الله بالمحاضرات القادمة راح تشوفون شلون هاي المشكلة راح نحلها. إنه بعد الشخص الثالث ما لح يقدر يستنتج هيكلية الجملة نفسها. ما لح يقدر. يعني هي أصلاً السبيس راح يتخربط هم كذلك، بس هنا بعدنا محافظين عليه، لان هي طريقه تعويض شباب، لان هي طريقه تعويض، لان هي طريقه تعويض. احنا نستخدم طريقه لحد الان كل الطرق اللي درسناها من الشيفت سايفر مال سيزار الى الريفرس الى الافاين الى المالتيبليكيشن الى كل الطرق اللي اخذناها لحد الان، حتى هاي محاضرتنا مال اليوم مال الاسبوع الماضي، هي كليتها بالحقيقة عبارة عن طريقة تعويض، نعوض حرف ومكان حرف. لهذا السبب تبقى هيكلية الجملة موجودة. لهذا السبب تبقى هيكلية شنو الجملة موجودة. خلي أنا ليش حكيت هاي اليوم؟ لأن أريد أخليها ببالكم، لأن راح نرجع عليها بعدين في محاضرات قادمة إن شاء الله، وشلون نفلش نقدر نفلش حتى الهيكلية مال الجملة بحيث الشخص الثالث اللي حيباوع الجملة ما راح يقدر يستنتج ما هي الكلمات اللي تخص هذه الجملة اللي هي السايفر تكست. يعني مثلا أنا ودا يعرف اكو كلمة متكونة من 6 حروف، هناك كلمة متكونة من 3 حروف، وهي البلين تكست نفسه وهنا اكو سبيس، فهذه بالحقيقة قد تفيد الشخص الثالث بكسر الشفرة. لكن إذا خربطناها بحيث هذا السبيس هو هذا، هذا السبيس مال ديفند بي ايست، يعني ذا صارت بي في دبليو وديفند صارت سي كي ام بي في سي، ها؟ فهذه هذه الفقره اذا خليناها ببالنا وقلنا نحاول ان نكسرها هذه من فلشها، طبعا العمليه شو تكون؟ تكون احسن والسيستم يكون اقوى، وبالتالي يعني نصعب العمليه على الشخص الثالث. شباب واضحه؟ هسه اي واحد من عندكم يقدر يسوي مثال، وانا مثل ما قلت لكم اريد الحلول. بالمناسبه على ذكر الحلول، البارحه فتحت الكلاس ولا واحد رافع اي واجب لحد الان، شو القصه؟ دكتور ضغط علينا امتحانات وواجبات ولا واحد
ولا واحد يعني ما داخل ديدلاين ترى، يعني امتحاناته وواجباته عادي قاعدين بالبيوت احنا، وهي ترى هاي اخر سنه بالمناسبه راح تفلتون من عندها. الدوله ووزاره التعليم العالي قررت انه السنه القادمه بعد ماركو كلها حضوري وكلها تلقيح، والمتكلم امامكم البارحه اخذ الجرعه الثانيه يعني، ومسخن وداحش وياكم ثاني. طيب يا شيخ العافية دكتور. ايه. يعني داحش وياكم ومسخن هسه، بس مضطر المحاضرة واجبة. قصدي يعني احنا قاعدين بالبيت شنو امتحانات وواجبات عادي، هذا هو واجب بقية المواد. البارحة فتحت الكلاس شفت اللي مسلمين صفر لحد الآن من أصل 35 طالب. يعني تذكرون أنا ما كنت أخلي ديدلاين، يعني إذا أخلي ديدلاين ترى بعد الكلاس ما يقبله من عندك الواجب. واضحة شباب؟ تموا بالمسؤول وهو واجب هو شيت ناقشته كله وبسيط، أنت قلت كلش بسيط. أقعد كتبه وتستخدمون الكلير سكانر. الكلير سكانر شباب لا تستخدم غيره، الدزلياه فايل واحد فقط. فايل بي دي اف فايل واحد فقط اللي ما يعرفه اذا تريدون انا اعلمكم عليه، اللي ما يعرف يستخدمه انا اعلمه عليه، كلش بسيط. اسمه بالموجود بالستور، اسمه الايقونه مالته خضراء بالموبايل، عمليه سريعه جدا، تشيك 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 كلها تصورها وتصير فايل واحد تخزنه باي مكان بالموبايل مالتك وترفعه بالكلاس، وحتى يعطيك صوره كلش واضحه، صوره جدا واضحه للاشياء اللي تصورها. فشباب اريد من اليوم ابدي استلم واجبات، لانه تراني الواجبات كلها تدرون بها افتحها واشيكها وراويكم اخطائكم، فما نسينا احنا اللي صار بالفصل الاول. انا التهيت ويا طلاب الدراسات العليا، بس الحمد لله رجعوهم لكليه الدراسات العليا، يوم لكم رجعوهم حضوري. فهم كان عندهم الكتروني والتهيت وياهم وساعدهم امتحان، فما شيكت الكلاس عليكم. بعد ما شيكت الكلاس شفت ولا واحد رافع الواجب، تشوف قصه تتوقع فد نص الشعوبه رافع الواجبات. شباب متفقين؟ وصلت المسج؟ نعم دكتور. طبعا اللي يجاوب هم اثنين لو ثلاثه، لو مصطفى لو مرتضى. البقيه خليني اشوف من البقيه موجودين. منو بعد صار عندنا بالكلاس؟ آية شو تقولين؟ آية إسماعيل واضحة؟ نعم دكتور. يعني سألتش لأنه المايك ما تش فاتحته أنت. دكتور يعني شو نسوي احنا من لحق علينا ضغط امتحانات هواي. ليش يعني واذا كنتوا بالكليه شو الفرق يعني هو ها؟ دكتور حتى لو احنا قاعدين بالبيت يعني هم عندنا يعني شغل والتزامات غير الدراسه. شنو غير الدراسه؟ انتوا طلاب بابا، انتوا طلاب مو عذر ما مقبول، انتوا طلاب ما عندكم غير التزام الدراسه، ما عندكم غير الدراسه، انتوا طلاب. حتى لو يعني احنا هم عندنا شغل والتزامات. ما يخالف التزامات شنو؟ طلاب بابا. يعني مثلا طالب اسمه محمد كامل دا يسمعني ما بيمتحن نص السنه ولحد الان ولا يمه الموضوع. ولا يسال القسم، والقسم همينه ظهر ولا يمه. فانت صفر حاليا لحد الان نص السنه صفر محمد. الو اسمعني محمد؟ محمد كامل فاتح المايك وطالع او قاعد داخل وطالع. ها محمد شو وقت تفتح نص السنه؟ والله ما ادري، غير منتظر ايش وقت يعطونا يحددون لنا موعد القسم. واذا ما حددوا موعد يعني انا ايش فيني شو اسوي يعني؟ يا ريت اروح للقسم، اتصل بممثل المرحله اقول لهم انا ما ممتحن، يا قسم سووا لنا جدول،
اعتقد مو بس ستات وطلاب اخرين بقيه المواد. هواية تلعب دكتور هواية تلعب. هذا مو موضوعنا هسه، خلي ما نريد نضيع وقت، نرجع الى محاضرتنا. هذا هذا شوف منو بعد. اوكي. هسه واضحه هاي الطريقه شباب؟ يوفورد واضحه. نروح الى الطريقه اللي سواها واحد امريكي، مهندس امريكي يشتغل بشركه اي تي ان تي، اذا سامعين بها موجوده هاي الشركه لحد الان، مختصر امريكان تليفون اند تليجرام، هاي شركه التليفونات والتلغراف الامريكيه اي تي ان تي، اذا سامعين بها. من سامع بهاي الشركه اي تي ان تي؟ ما سامعين بها. الالتيميت ديفنس يعني الدفاع الاقصى ضد الكريبتو اناليسيس، انه ان نستخدم كي وورد طول البلين تكست بحيث ما يصير عندي اي statistical relationship between them. الحقيقة فيرنام سايفر او ما يسموه ستريم سايفر هو اول محاولة لتحديث عملية التشفير الحرفية اللي تعتمد على حروف، ومن عندها انطلقت بالحقيقة نفس الفكرة حاليا انطلقت عملية التشفير الرقمي يسموه، اللي يسموه ديجيتال سايفر. هذا المهندس اللي هو جيلبرت فيرنام اللي قلت لكم عليه يشتغل بشركة اي تي ان تي، فكر تفكير اخر، سموا الشفرة مالته باسمه اللي هو فيرنام سايفر. قال انا ليش دا ابقي الحروف واتعامل وياها كحروف؟ لا تعرفون انه في لاحقا من شركه من ظهرت يعني تطور الحاسبات ظهر اكو شيء اسمه الاسكي كود، سامعين بي؟ اي نعم دكتور. شنو هو الاسكي كود؟ الاسكي كود عباره عن 8 بت يقابل اكاركتر، يعني انت من عندك حرف اي او بي او سي او دي، كل واحد من هاي الحروف وحتى الرموز والارقام والفوارز والسيمي كولن والسمول لتر والكابيتال لتر، كل هذا اني كل وحده من عندها يقابلها شنو؟ يقابلها عندي عباره عن بايت واحد اللي هو عباره عن 8 بت، زين؟ يقابل هذا الكاركتر. فهو ايش فكر؟ قال اني مكان ما اتعامل ويا التكست مالتي كحروف اتعامل وياها كبتات. فشو يسوي؟ ال plain text PI هنا دا يشوفه، ال plain text PI حوله إلى binary bits. This system works on binary data rather than letters. بحيث الكاركتر هذا اللي هو مثلا حرف الأي أو حرف الأي أو حرف البي أو حرف السي يتحول إلى شنو؟ يتحول إلى bits. فال PI هو الـ ith binary digit of the plain text، يعني هنا الـ plain text ما راح يكون عبارة عن character، وإنما راح يكون عبارة عن bit 0-1. مثل ما قلت لكم، التقنية هذه مالته هي مقدمة إلى الـ digital cipher. من الـ Vernam cipher انطلقت منظومات تشفير أحدث من عندها، ومو إلا تستخدم للحروف وإنما تستخدم لأي فايل يجي على بالك موجود بالحاسبة. واضح شباب؟ الطريقة هي كالآتي، أنه أنا عندي key stream generator، هذا key stream generator عبارة أيضاً بتات، يعني KI هو الـ ith binary digits of the key، يعني binary digit يعني bit شباب، هاي binary digits يعني بين قوسين شنو أضيفه، يعني بين قوسين شنو bit. يقول باينري ديجيتس يعني بت، زين؟ وتصير عمليه اكس اورينج بحيث يصير اكس اور ما بين الكي اي از ا بت
ويا البي اي از ا بنت. تذكرون الاكس ور احنا مر علينا الفصل الاول وماخذين باللوجيك انه 00001110110. تذكرون هذا اللي حيوصل الى الريسيفر نفس الكي ستريم جنريتر متزامن معه ونفس الكي اللي استخدمته انت هنا تستخدمه هنا بعمليه جمع اخرى يرجع لك البي اي. ليش يرجع مره لك البي اي؟ لانه اذا باوع المعادله رقم 13 تشوف انه سي اي هي بي اي اكسكلوزيف اور كي اي. من تجيب هذه السي اي اثنينات تخليها هنا شو يصير عندك؟ يصير بي اي زائد كي اي زائد كي اي. كي اي زائد كي اي هو صفر لانه الاكسكلوزيف اور من البتات الاثنين مش شابهه يطلع صفر. فاذا هاي العمليه جاوب او هذا الشيء خلينا نجاوب ليش استخدمت الاكسكلوزيف اور هنا مو غيرها؟ يعني ليش ما خليت اند جيت مثلا؟ يعني فيرنام في وقتها ليش ما خلى هنا اند جيت؟ ليش خلى اكسكلوزيف اور؟ لانه الاكسكلوزيف اور انفرتبل ترانسفورميشن لينير ترانسفورميشن بينما الاند لا. الاند ما تقدر تخمن لو كان كي اي اند بي اي بعد ما يشتغل هنا بالريسيفر. طيب خلي اند مرت اللوغ لان صفر واحد صفر 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 واحد صفر هم صفر فهو دي يجيك صفر انت ايش مدري هذا الصفر جاي من صفر صفر لو واحد صفر لو صفر واحد اذا تتذكرون شينا عليها بالفصل الاول هذه. اذا هذا هاي المعادلتين تثبت لنا او تقول لنا ليش فيرنام استخدم الاكسكلوزيف اور بالذات ما استخدم غيرها. واضح؟ واضح دكتور. حتى في وقتها قلنا الاكسكلوزيف اور هو هو لينير سيستم. اخذنا لينير بلوك كود. طيب انا هذا الموديل اللي تشوفوه امامكم هو ممكن نطبقه على حروف نحولها الى بتات وممكن نطبقه على سيستم اي مو الا حروف. هسه انا فايل افتحها وافتحها باينري اعتبرها بلين تكست اتفق على المفتاح ايضا باينري ويا صاحبي بالريسيفر نفس المفتاح وايضا باينري بنفس الطول او حتى اذا مو طول مش شابه ممكن يكون الطول ما مش شابه. طبعا هو الاحسن شنو؟ الاحسن يا احسن الطول هذا اقصر لو 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 يساوي ها ايهما اقوى السيستم؟ ايهما اقوى السيستم؟ ايهما اقوى السيستم من يكون الكي بنفس طول بلين تكست لو يكون اقل من عنده؟ يكون بنفسه دكتور اقوى. نعم اقوى يكون بنفسه لانه statistical relationship. هنا الشباب لو تلاحظون مبدا الحروف بعد راح يتفلش، بعد ماكو شيء اسمه حرف، شنو حرف؟ انا ما عندي حروف، انا عندي بتات، هاي البتات هي عباره عن صفر وواحد اللي حتروح عبر شانل وايد شانل ممكن نسوي خطا، نتذكر الماده مال الفصل الاول بس هسه حاليا احنا بدنا نفرض اكو خطا، لو فرضنا صار اكو خطا، الخطا هنا الخطا اللي يصير بالسايفر تكست يعطيك خطا بالبلين تكست هم كذلك، لانه اذا هذا خطا وهذا صح الناتج خطا. تمام شباب؟ واضحه هذه الفقره؟ اذا هذا البلوك دايجرام هو شيء عام ممكن يطبق حتى على الفايلات اللي هسه حاليا نستعملها. اي فايل هسه تفتحه تلقاه عباره عن باينري تحوله الى باينري يعني اللي هو شنو؟ اللي هو عباره عن بلين تكست. تتفق ويا الريسيفر على مفتاح ايضا باينري وتسوي عمليه اكس اورينج باينري يطلع عندك السايفر تكست باينري الديزب شانل على فرض انه وصل صحيح نفس المفتاح حيرجع لك نفس البلين تكست. فهي
أول من فكر أول من فكر بالباينري أو ديجيتال سايفر هو فيرنام، مهندس يشتغل في شركة AT&T. كل الطرق السابقة كانت تفكر بكاركتر كاركتر كاركتر كاركتر. واضحة شباب طريقة فيرنام سايفر؟ واضحة دكتور. نعم، خلي ناخذ مثال عليها، خلي ناخذ مثال على فيرنام. أنا شارح لك قبل المثال. The essence of this technique is the means of construction of the key. مبدأ هاي التقنية هي طريقة لتوليد أو هذا المفتاح. Vernon proposed the use of a running loop of tap that eventually repeated the key. بمعنى أنه الكي يتكرر. So that in fact the system worked with a very long but repeating keyword. نفس الفكرة اللي حكينا عليها بالفيجنير أو بالبلوفورد. هسا حنطبق الفيرنام سايفر البلوك دايجرام اللي شفتوه قبل شويه، نطبقه على حروف، نطبقه على حروف. ما عندنا فايل نفتحه بالحاسب او نحوله الى باينري، بس اذا واحد يدي يعتبره مشروع يقدر يفكر هذا التفكير ويقدر يسوي هاي العمليه. فالاكزامبل هو انكريبت ذا مسج هلو يوزنج ذا كي بلوتوث. اوكي، فشو اسوي يعني؟ احتاج انا احول البلين تكست والكي الى شنو؟ احوله الى بتات. فهنا انا احتاج الاسكي كود. طبعا الاسكي كود ما حد حافظه، انا شخصيا ما حافظه. الاسكي كود مال الحروف يعطى اذا يجيك سؤال على هذا يعني على هذا هذا النوع من التشفير، لازم اني او دكتور مصعب نعطيك الجدول مال الاسكي كود. وهذا موجود بالجوجل، بس تطبع بس تقول للجوجل اطبع لي الاسكي كود. يعطيك اياه الاسكي كود عباره عن جدول كل حرف شيء قابله. انا ديسيمال خال يعني مثلا هلو اللي هو البلين تكست هذا هلو الاتش يقابله رقم 72 ديسيمال، حولته الى باينري. هاي اللي ما يعرف نادي دكتور مصعب قال لكم شلون نحول الباينري الى الديسيمال الى باينري. يعني طبعا عندي طريقه سريعه بدماغي اسويها، اقول 72 هي عباره عن 64 و8، هذا الواحد هو ال 64 وهذا الواحد هو ال 8 الاي اللي هو 69. 69 هي 64 ب 2 ب 1، هذا هو الواحد وهذا هو ال 2 وهذا هو ال 64. دكتور ليش هيك ارقام عاليه للاتش؟ الاخو السؤال يعني قلت لكم هسه لو تطبعون الاسكي كود مرتضى تلقى الحروف السمول لتر تبدا من رقم 64. هسه لو يعني تستخدم الموبايل مالتك او اذا عندك حاسب يمك واطبع بالجوجل قول له اطبع لي الاسكي كود، اسكي كود كاركتر مال الحاسبه، فتلقى الحروف السمول لتر تبدا من 64. واضح؟ فهي هذا متفق عليه، يعني الاتش هو 72، الاي 69، الال 76 والاو 79. ليش عاليه؟ ما وادي من الصفر، غير هذا سؤالك مرتضى؟ نعم دكتور. اي لا هذا كود، يعني هذا احنا لازم نلتزم به. اوكي؟ من حولنا الاسكي كود الى باينري للبلين تكست نسوي نفس العمليه للكي لتر. الكي لتر هي بلوتو، بلوتو البي 80 والال 76 واليو 85 والتي 84 والاو 79. حولها الى باينري، بعدين ايش اسوي؟ اجي اجمع اكس اور كل هذا البت ويا هذا البت بت وايز، يعني زيرو 0 يطلع 0، 1 يطلع 0. تلاحظون شلون دا اسوي عمليه 0 0 يطلع 0 وهكذا. فاذا اجمع كاركتر ويا كاركتر بت باي بت واطلع عندي هذا الاوتبوت، هذني تطلع بايت بتات اللي مو بالضروره تقابل كاركتر بالمناسبه، هذني تطلع يجوز تطلع مثلا الكان كانسل او تاب او الاند اوف ميديوم او الكانسل،
او null spaces. بالمناسبة الاسكي كاركتر سؤال مرتضى حلو، يعني اكو ارقام ما تعني حروف، يعني مثلا الصفر هذا الصفر الاسكي مال الصفر ويقابل النال، او ما او مال هذا اللي هو جلد هذا 8 و16 24 مال الكان كانسل، بنسوي كانسل بالكيبورد. end of medium اللي هو هذا الواحد والثمانية والستاعش، تعرفون شلون دا احول انا الارقام؟ هاي تعرفوها لو لا تعلموها من عندي شباب، طريقه كل السريعه لتحويلها. خاف انطيك ارقام ديسيمال اعطيك اياها، ها؟ فهي الطريقه الطلاب شو يسوي؟ يظل يقسم على اثنين يلا يطلع الباينري ياخذ الباقي. انا اقول لا، اقول الاربعه مثلا هاي شلون احولها الى باينري؟ اقول انا عندي ال 72 افصخها على هذه، افصخها 1 2 4 8 16 ب 72 و 64 ب 8. فاذا هنا أنا بس هذني وحدات والباقي صفار. او مثلا هاي 69 69 شو اقول؟ اقول هي عباره عن 64، ها؟ 64 ب 4 ب 1 اللي هو 1 ب 4 5 و 64 69 اللي هو 1 ب 4، يعني البتات اللي هي تقابل ال 64 هي هذه وهكذا. شباب واضحه هذه؟ هنا اللي يطلع عندك بالاوتبوت هذا مو بالضروره يقابل كاركتر. هسه لو بالريسيفر، الريسيفر شو يسوي شباب؟ الريسيفر ايش راح يسوي؟ من يقول لي؟ ايش راح يسوي الريسيفر؟ راح يسوي اكس، ولا هذا مجرد راح يجمع ويا الكي يرجع هذا مرت له. واضح؟ مو بالضروره هذا السايفر تكست يقابل كاركتر. واضحه شباب؟ هاي طريقه كلش بسيطه طبقناها، بس هنا على مود تحل كسؤال لازم اذا اعطيك جمله بلين تكست وياها مفتاح لازم اعطيك اعطيك الاسكي كود هذني، هاي مو حفظ. اقول لك مثلا الاتش هل قد، الاي هل قد، او ويا الاسئله مرفقه الاسكي كود. شباب واضحه؟ نروح الى نوع اخر اللي هو هذا حلم التشفير، يسموه الحلم مال التشفير، يسموه الون تايم باد. ون تايم شنو معناته الون تايم؟ مره واحده. جوزيف موربوغن هذا فكر تفكير طوبائي فلسفي، تسمي كان يحلم بان يستخدم المفتاح لمرة واحدة وذبه بالزبل. المشكلة وين؟ يعني قلت لكم يمكن بالمحاضرات السابقة أنه هي المشكلة كلها بالمفاتيح. سيف يمكن سألني قال الأستاذ ويش هو السيستم، يعرف الجواب يعرف. تذكر سيف، سيف موجود مو ويانا؟ أي نعم. أي المشكلة كلها بالمفاتيح. فهذا جوزيف ايش قال؟ قال اني ليش دا مضطر، يعني المفاتيح خير وبركه، ليش دا اكرره؟ فهذا كل مفتاح استخدمه مره واحده واقول هذا احترق اذبه بالزبل. فسموه ون تايم باد. الفكره مال عنوان ون تايم يعني مره واحده. فان ارمي اوفيسر ضابط بالجيش اسمه جوزيف اقترح an improvement الى البرنام سايفر that yields the ultimate insecurity، يعطيني فد الحد الاقصى بالابنيه. جوزيف ايش قال او اقترح؟ ان يستخدم random key that is as long as نفس الطول مال المسج، وهذا ما يكرر نفسه ابد. مو بس هذه، in addition the key is to be used to encrypt and decrypt a single message and then is discarded. وبعدين شو يسووا له؟ الدبوب الزبل. Each new message requires a new key of the same length as the new message. Such a scheme is known as one-time pad OTP is unbreakable. طبعا هذا حكي فلسفي، عمليا ما يتطبق. عمليا ما يتطبق one-time pad، يتطبق في حاله واحده مثل ما انا قريتها بوحده من البيبرات. يقول the one time path system you can find
if you have a monkey, قرد, and you let this monkey popping on a keyboard, هو خلي هو شلون مو مونكي, خلينا نقول طفل, طفل تعطيه كيبورد تقول له تعال دوس اطبع, شو يطبع لك الطفل؟ يطبع ما في شيء, خرابيط يعني ما ممكن يتكرر. هذا يسوي ليميتيشن بعدد المفاتيح. فالون تايم باد سيستم هو تعريف حلم, شنو مواصفاته؟ موجوده عدد لكم اياها سبعه امامكم تشوفوها. اول فقره الـ key is generated randomly as long as the message is used, the cipher will be secure. اذا لازم شنو؟ المفتاح يولد عشوائيا بنفس طول المسج. الـ key size يساوي الـ message size. every message has its key, يعني كل مسج عندها المفتاح مالت. اذا غيرت المسج لازم تغير المفتاح. كل مفتاح مثل ما واحد يقول يعني انا استاذ مو انا اللي الباسورد مالتي استخدمه مره وكل ما ادخل لازم اغير باسورد. اي هالشكل هو ايش كده يقول وان تايم باد. هذا مو عملي. The key is not used more than one time. It's unbreakable, غير قابل للكسر. Since ciphertext bears no statistical relationship to the plain text. غير قابل للكسر لانه ciphertext ما يحمل اي خصائص احصائيه تخص البلين تكست. وين المشكله اللي بدي اقول لكم عليها؟ اللي تخليه غير قابل للتطبيق. Problems in generation and safe distribution of key. هاي شلون تولده هذا المفتاح؟ شلون تتفق ويا الشخص الثاني وتوزع المفتاح؟ كلام جوزيف كلام نعم نظري نقول عليه بس غير قابل للتطبيق عمليا. هذا المفتاح is the only one with perfect security. بس هو قابل للتطبيق؟ الجواب كلا. الجواب كلا. فشباب انا حبيت اخلي لكم هذا اللي سميته الون تايم باد اللي اقترحه جوزيف, وقد احنا اليوم في سنه 2021 غير قادرين على تحقيق ما اقترحه جوزيف, بس يمكن ورا فتره كذا سنه يظهر عندنا سيستم اذا يوصل لل ما لا نهاية من المفاتيح نقدر نقول عندي ما لا نهاية. والما لا نهاية هي شنو؟ الما لا نهاية اكو واحد يعرفها؟ اكو واحد يقول لي شنو الما لا نهاية؟ اعداد عالية. هي شنو الما لا نهاية؟ يمكن مرة يمكن واحد عندكم حسب لي 26 فاكتوريال وفرحنا طلعت عندنا 4 في 10 و 26 مو؟ بعدين رحنا على غير طريقة مع البولي الفابيتيك طلعت 10 و 26 يعني اذا هاي 10 و 126 يمكن اذا تتذكرون. فحاليا اكو مشكله بالبروبلم, بروبلم اوف جنريشن لهذا المفتاح, شلون تولده وشلون توزعه؟ اذا انت كل مسج لازم عندك مفتاح خاص بها وتستخدمه مره واحده وبعدين تبدله. يعني مثل ما واحد عنده الميل الايميل مالته كل ما يريد يفتح الايميل لازم يبدل الباسورد. شو تقولون؟ هذا حكي منطقي؟ على مود والله لا حد يكسره. يعني لو وصلنا الى هيك امكانيه, لو وصلنا على هيك امكانيه اكو واحد يقدر يسوي هاكر, يسوي هاكر ممكن الهاكر يشتغل بعد؟ شو نايمين؟ شو قصتكم؟ ما حد يجاوب. لا دكتور اكو امكانيه انه لو ارجع لشعبتي اكو امكانيه انه اذا اني في كل دخول استخدم باسورد يختلف عن الثاني؟ ماكو امكانيه, مستحيل. لانه هو شو يسوي هذا؟ يسوي الهيستوري مالته, يدور هذا الهاكر, دائما الهاكر يدور هيستوري. اكو برامجيات مر عليكم يمكن سامعين بيها اللي تكشف المتكلم من خلال رقمه, يسموها شو يسموها؟ موجود برامجيات بالستور كلش هوايه, ها شو يسموها؟ مثلا الترو كولر, اذا تتذكرون الترو كولر. صحيح دكتور, اكو برامج. هذا شلون يعرف الترو كولر؟ شلون يعرف انت وانت مفكرين بهذه؟
شلون يعرف يعني من خلال رقمك انه انت انت الفلان؟ هالرقم صاحب هذا الشخص دكتور، يعني شلون يسحب معلومات الشبكة اللي هي باسم رقم هذا معشق ويا كل الشبكات اللي ببالك؟ انت وين مسجل؟ هل عندك واتساب، عندك تليجرام، وعندك جوجل، وعندك فايبر، وعندك شو فيسبوك، وعندك انستغرام، وعندك اشو شم يروح يشيك وراك، يسوي سيرش. وذني كليتها طريقه التسجيل مالتها تريد من عندك شنو؟ ها نقدر يقول لي شو تريد من عندك؟ باسورد معرف. تريد رقم، مو صحيح؟ كلهم يريدون من عندك رقم، لانه اذا ما عندك رقم ما يخلوك تدخل. تبي نسوي اكونت فيريفيكيشن، يقول لك هذا يو هاف تو فيريفاي يور سيلف، اثبت وجودك، مو تعطيني رقم وتقشفوني يطلع مو هذا، مو انت او روبوت مثلا. تفهموني لو لا؟ هي هاي الفكره، الفكره انه اني زين دكتور، من انطى صلاحية للبرنامج؟ نعم مدام اسمع، المفروض هاي المعلومات محمية من الشركة؟ من دا يسأل سيف مو؟ اي نعم دكتور. اي وصلت الى الى وصلت الى المسألة الأساسية، الجرح، خليت ايدك على الجرح سيف. منو قال لك محمية؟ انت تدري كل هاي الساعة المدنة شو دا احكي وياكم؟ عن طريق الجي سويت والجوجل بكل سهوله. الاوثرايزد بيبل اللي يعطاك هالخدمه هو يدخل عليك. تفهموني؟ سبق ان في محاضره سابقه قلت لكم a simple cryptographic system you design of your own is very difficult to break إذا ما حد يعرفه، لأنه المشكلة هنا سيف، المشكلة المعلومات. هسه باكر جوجل طفى السيرفر مالته، وانت شو يصير بينا هسه كليتنا احنا؟ جاوبوني على سؤالي، شو يصير بينا احنا كليتنا؟ جرحت شو وياكم واشرح لكم خلال هاي المحاضرة على الميت؟ لا ما نقدر. لهذا الدول بدها تفكر تبني شبكات خاصة بها، الدول الكبرى طبعا، يعني تتوقع الصين لو روسيا لو دول كبرى تعتمد على مايكروسوفت لو على جوجل لو على، من اجل انه نعم تستخدمها. وهكذا خاصة احنا بدنا نحكي على امور حساسة سواء كانت عسكرية او مخابراتية او فلوس بانكينج، شلون؟ فاذا الهاكر موجود، اذا مو شخص غريب فهو هو نفس اللي تاكل اللايسنس هو يبوبه. وهذه اذا تقرون هذا الكتاب اللي حكيت لكم عليه اللي هو الكود بريكر اللي يمكن ولا احد شافه او موجود بسوفت كوبي بالنت، في كتاب 600 صفحه كلها صور وتاريخ التجفير، يحشي لك قصص عن مشاكل صارت بالحرب العالمية الثانية، وعبر التاريخ شلون الاستراق كان يصير والمشاكل اللي تخص التجفير. فسيد المسألة مو أمينة 100%، المسألة مو أمينة 100%، واضحة؟ واضح دكتور. هذا جوزيف فكر تفكير طوبائي، قال لك أنا إذا خليت المسج مالتك الكي مالتك طوله بنفس طول البلين تكس واستخدمته مره واحده، بحيث هذا المفتاح بعد لا تستخدمه مره له، يعني سمو قبل شويه استخدمنا حلينا سؤال، هذا السؤال اللي قبل شويه اللي كان الكي بلوتو استخدمته لهالمسج، بعد ما يصير تستخدمه هذا روح اقول لك على غير كلمه، عاد تقول لي سالم ماكو غيرها وايش قدك؟ جواب نعم، بس شو وقت نوصل للانفينيتي؟ الله اعلم.
طيب احنا هذا حلم ما نقدر نحققه، بس اكو واحد اسمه تشارلز ويتستون انجليزي سوى فد شيء سمى باسمه او فكره ابتعد بيها عن الون دايمنشنال سايفرينج بان يفكر بالبوليغرافيك او البوليغرام سبستيتيوشن سايفر. شنو يعني بوليغرافيك؟ شنو يعني بوليغرام سبستيتيوشن سايفرز؟ البوليغرام بولي بالعربي شنو معناته؟ حكيناها سابقا، بولي متعدد. بوليغرام سبستيتيوشن سايفر ان سايفر بلوك اوف ليترز ات ذا تايم، يعني هنا ما تصير عمليه تشفير حرف حرف، وانما التشفير يكون على بلوك اوف ليترز، مجموعه حروف تشفر كبلين تكست تطلع من عندها سايفر تكست. فاذا تعريف البوليغرام سبستيتيوشن سايفر ان سايفر بلوك اوف ليترز ات ذا تايم راذر ذان ا سنجل ليتر. This makes crypt analysis harder. هذه تخلي تحليل الشفرة يكون أصعب. هل قال مستحيل؟ طبعا. This makes crypt analysis harder. هذا يجعل تحليل الشفرة يكون أصعب، بس ما قال مستحيل. ليش؟ لأنه أصعب ليش؟ It destroys the single letter frequency distribution. تفلش الـ single letter frequency distribution اللي هو تكرار الحروف. الـ polygraphic substitution divides the plain text into groups of letter. الـ polygraphic substitution تقسم الـ plain text إلى مجاميع من الحروف. Then they replace each group of letters by one of the predefined letters, numbers, graphics, symbols, or by any other group of characters. إذن هسه المبدأ اللي هسه حكيناه أول أربع سطور هو مبدأ البوليغرافيك اللي هو مكان ما نسوي تشفير حرف حرف، لا نسوي تشفير group of letters. اللي الشخص أو الطريقة اللي تخضع تحت هالمسمى اللي هو البوليغرافيك اللي حناخذ اكثر من طريقه. اليوم رح ندرس واحده من هاي الطرق، وان شاء الله بالمحاضره القادمه ناخذ طرق اخرى. الطريقه اللي رح ندرسها اليوم اللي تخص البوليغرافيك هي نسميها بلاي فير سايفر. بلاي فير اسم شخص. شنو بلاي فير سايفر؟ بلاي فير سايفر was actually invented سجل الغياب بالوزارة الخارجية البريطانية British Foreign Office مكتب الإنجليزي سمي باسم بارون بلايفير، بس هو اللي اكتشفها هو تشارلز ويتستون. المهم سمعنا من هذا بارون لو 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 لورد لو سير، مو هذا المهم. البيست احسن نوع multiple letter encryption is the Playfair which treats diagram and the plain text as a single unit and translates these units into cipher text diagram. يعني بمعنى انه احسن نوع هو ياخذ multiple letter encryption. المultiple ايش قد راح اشوف بعد شويه ايش قد محدد هذا بالحقيقه بهاي الطريقه، ويتعامل وياها plain text into cipher text. The Playfair cipher is a great advance over simple monoalphabetic cipher. For one thing, whereas there are only 26 letters, هنا راح يكون عندنا 26 في 26 اللي 676 diagrams. راح توضح ليش حاصل الضرب بعد شوية. So that the identification of individual diagram is more difficult.
عملية التحويل تكون أصعب. وبالتالي الريلاتيف فريكونسي النقطة اللي وراها of individual letters exhibit a much greater range than that of diagram. بمعنى أنه من أجي أخذ الفريكونسي أناليسيس ما راح تكون عندي بها بيك، ما راح أقدر أميز هذا حرف الـ A أو الـ I أو الـ T اللي تكراره عالي، ما راح أقدر أميزه بهيك حالة. هذه الطريقة اللي هو البلايفير استخدمت قديما من أيام الحرب العالمية الثانية كحروف كحروف. دكتور مصعب يعني نقل لي حالة صارت بشعبة طباعة. على مود انتم لا تخسروها او لا تكون عندكم يعني نفس التساؤلات انا اطرحها عليكم على مود لغرض المساواة. السؤال اللي سأل في شعبة طباعة قال له الدكتور مدير الاستاذ انت ليه تطون هاي الطرق القديمه كلها بالايام القيصر والحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه ها جن الطرق الجديده شو ما تطونها يا الفول هاي كلها للدرس لا تدرسونا يا ما نريد انطونا بس الطرق اللي ظهرت في 2021. هو سؤال يعني نوتي احنا نسميه بالعربي. شو النوتي العربي؟ شنو معنات نوتي؟ مشاكس عفية يعني مشاكس سؤال مشاكس. فيعني سألني داس أنا كست العملية أنا سألت هذا السؤال شو تجاوبون هذا الطالب اللي يسأل هذا السؤال؟ وإذا ما تعرفون أنا أجاوب. دكتور هي غير step by step خطوة خطوة غير يستم الخطوات البدائية حتى يصعد بيها حتى يصعد نعم خطوة أكثر. خطوة نعم مفهوم أكثر قاعدة وبعد مرتضى وبعد وبعد شباب استاذ هي الأساس استاذ نعم استاذ هي الأساس استاذ هي الأساس يعني الأساس يعني مثل مطالب بالابتدائية يقول لي استاذ انت ليه تحفظ من جدول الضرب ماكو كالكوليتر شو تقول له ليه في 6 في 7 ظل ادوخ بها واخربط واحسب اصابعي يجيب الكالكوليتر 6 في 7 يطلع 2 ليه تدوخني؟ واضح شباب الفكره هي مو هي اساس وانما المنظومات الحديثه اللي الطالب هذا سال يريدها هسه هذه هي اساسها كل الطرق اللي داد نشرح لكم اياها حاليا. شلون البيت متكون من طابوق ومونه وسفينته وحصى ورمل الطرق الحديثه هسه لو تباوع الواتساب يقول لك this link is encrypted by AES سوي سيرش بالجوجل على AES تلقى advanced encryption standard افتح تفصيلات advanced encryption standard تلقى substitution وpermutation بس مو كاركترز صورة عامة اسكي كود كله. راح تقول لي استاذ زين واذا صوت نفس العملية ان شاء الله احنا المحاضرة الاخيرة اذا لحقنا والتقويم الدراسي ما قلصوا يعني اذا ما قلصوا وبعدنا على 25/7 امتحان النهائي اشرح لكم شلون تصير عملية تشفير الصوت هم كذلك مو الحروف على العموم. فاحنا دا ندرس اساسيات يعني احنا هسه مثل انتم بالابتدائي دا اعلمكم جدول الضرب مال التشفير ما انطيك كالكوليتر اقول لك 6 في 7 دقها بالكالكوليتر لا لازم تفتهم الاساسيات مال الموضوع. اما اللي يريد يتعمق بعد الاساسيات تتعمق بعد حتى بالماجستير واللي يريد يدوخ خليه يفتح اليوتيوبات مالتي مال الماجستير. هاي المحاضرات اللي 5 محاضرات اللي دا اشرح لكم اياها انطيهم اياها بنص ساعه بس طلاب الدراسات العليا نص ساعه فقط نص ساعه فقط. اللي مشترك في القناه مالتي مال اليوتيوب يلقى اكو مكتوب ام اس سي سكيور ام اس سي مو بي اس سي
هاي الامسي سكيور وتفتحوها تلقون اشياء يعني ادفانس بعد عن اللي اعطيكم اياها انا حاليا. واكو بالدكتوراه بعد، واكو واحد ياخذ مشروع ماجستير او دكتوراه يكمل عليه بهذا التخصص. واضح شنو قصدي الشباب؟ فاذا هي عمليه تراكميه، فاحنا لن لا نكون نوتي وعلى اساس نحرج الاستاذ مالتنا. والله انتو جدت تعطونا، انتو جدت تعطونا، انتو جدت تعطونا، تنطونا اشياء قديمه، تنطونا الاشياء الحديثه، يعني اريد انطي الاي اس هسه. اوكي؟ هسه البلاي فيس سايفر هو الفكره مالته كلها، هو جزء من البوليغرافيك سايفر. يعني ارجع اعيد اقول البوليغرافيك هو مبدا عمليه الانسايفرنج، دي سايفرنج تصير مو على كاركتر باي كاركتر وانما جروب اوف كاركترز. هاي عمليه تشتت الفريكونسي اناليسيس بحيث الشخص الثالث بعد ما يقدر يستنتج اي شيء. اول طريقه صارت من خلال تشارلز ويتستون اللي هو سميت باسم هذا اللي يشتغل بوزارة الخارجية اعتقد بريطانيا اسمه بارون بلايفير. حصل على 26 في 26 حنشوف ليش 26 في 26 واستخدم خلال الحرب العالمية الثانية. يعني هاي الجملة الأخيرة ذكرتني بالحكاية مال شعبة بار الحرب العالمية الثانية والأولى همين اعتقد. اوكي طيب هسه خلي نفتهم البلاي سايفر، البلاي فير سايفر شلون يشتغل. بلاي فير الجوريثم هذا اللي اقترحها كالاتي، انتبهوا عليه شويه صعبه هاي شباب، انتبهوا عليه ترى اللي راح يقراها واحده ما راح يفتهمها. هسه لو تروح تقراها 20 مره ما تفتهمها. فانتبهوا عليها راح اشرحها. هاي بس جاده تجيني من القسم، غالبا ما عندي محاضره. على العموم The play fair algorithm is based on the use of 5x5 matrix. إذا هذا ستاندرد. إذا أول فقرة نكتب مصفوفة، نسوي مصفوفة 5x5. إذا is based on the use of 5. حتقولي ليش بسويها 6x6 سبعة شوية نعرف ليش. 5x5 matrix is a standard matrix. هذا الماتريكس is constructed by filling in the letters of the keyword from the left to the right and from the top to the bottom by but the repeated letters should be omitted. يعني شنو معناته؟ احنا كم حرف عندنا شباب؟ كم حرف عندنا؟ الانجليزي ها؟ 26 5 في 5 ايش قد؟ هذا يقول لك ليش اختار جوزيف اختار الخمسة في خمسة مو غيره. خمسة في خمسة هو أقرب رقم لل 26 بس صارت عنده مشكلة. شلون؟ أنه أنا عندي خمسة في خمسة 25 بالوقت اللي عدد الحروف الكلية باللغة الإنجليزية 26. فشو يسوي؟ أول فقرة يجي يسوي مصفوفة خمسة في خمسة تشوفوها هاي أمامكم ويجي ياخذ الكي وورد هذه يشيل التكرار اللي بيها، اي تكرار يشيله. طبعا تعرفون ليش؟ كل طرق التشفير باستخدام السبستيوشن التكرار ما مسموح فيه. يعني هنا اكو عندي تكرار ام او ان اي ار سي اتش واي، ماكو تكرار. حتى لا يبين مفهوم الكلمه او البلاد نعم. ما فشو اسوي؟ ابدي من الجهه العليا اليسرى من هنا M O N A R C H Y هذا باللون الاحمر، هاي شنو هي؟ هاي الكيورد اللي انطاني اياها. اكمل الجدول اللي هو بعد اكمله 25 حرف كله يكمل هذا، بس اكو راح تطلع عندي مشكله انه انا عندي 26 حرف بالوقت اللي الجدول يستوعب كم حرف؟ 25 دكتور 25. فجوزيف اخترع قال الاي والجي خليهم يشاركون بهاي السيل هنا من يوصل للاي وصل للاي سلاش جي على مود لا ينسي اي حرف.
شباب واضحة هذه؟ واضحة دكتور. ليش صار هذا الشيء؟ لأنه عندي فرق حرف واحد. بس عرفنا ليش 5 في 5 ما قال 6 في 6 ولا قال 4 في 4. أقرب شيء للستة وعشرين هو 5 في 5. ليش كرر الآي والجي؟ اتفاق. هو قال الآي والجي بنوصل إلى أخلي آي خط مال جي وبعدين أكمل بدون تكرار للفوق. وإذا هي الكلمة المعطاة بها التكرار أشيل التكرار مثل ما سوينا سابقا في طرق أخرى سابقا في محاضرات سابقة إذا تتذكرون. شباب واضحة هذه؟ أكمل بي اللي باللون الأسود. هذه الأحمر هو الكلمة المعطاة. أكمل بي دي اي. طبعا الاي موجود. بي سي ما كتب لي الموجود. دي اي اف جي. الاتش موجود. الاي جي كي ال. الام موجود. ان موجود. او موجود. بي كيو ار موجود. اس تي يو في دبليو اكس واي زد. الواي موجود فوق وما كتب. هسه لو طاوع هذه الحروف هذه المصفوفه بها الالفابيت من الاي للزد بتكرار سيل واحد فقط اللي هي الخاصة بالآي والجي الشاركة واثنيناتهم بخلية واحدة أو موقع واحد. هاي عملية ملء هذا الجدول. اللي ما افتهمه يسألني. اللي ما افتهمه واضح. أهم فقرة لا تنسون التكرار. Repeated letters should be omitted. يعني إذا الكيورد هذه بها حروف مكررة لازم شو تسوي؟ تشيلها تستخدمها مرة واحدة وبعدين تكمل الجدول كله. طيب هذا شرحناه. هذا the filling is the remainder of the matrix with the remaining letter in the alphabet order. The letter I and J count as one letter combining I and J in one cell. حكينا عليها. The plain text is encrypted two letters at a time. نقطة هنا كلش مهمة. عملية التشفير هنا تصير حسب طريقة البلاي فير هذه حرفين في كل مرة. يعني ناخذ حرفين حرفين في آن واحد. According to the following rules. حسب القواعد الآتية. شباب انتبهوا عليها. هاي القواعد كلش مهمة. إذا البلين تكست شو احنا مو قلنا البوليجرام يتكون من بلوك بلوكات. هنا البلوك ايش قد السايز مالته؟ ايش قد السايز مالته؟ 2 كاركترز. 2 كاركترز. وعملية التشفير تكون على ضوء القواعد الآتية. راح نقراها واحدة واحدة على كيفنا ونفتهمها. أول نقطة. Repeating a plain text letter that are in the same pair are separated with a filler letter such as X. يعني أنا مو حق أصغص الكلمة إلى أزواج من الحروف. إذا صار أنه في زوج واحد الزوج الواحد صار عندك حرفين مشابهة فيجب أن تفصل هاي الحرفين المشابهة A filling letter باللون الأزرق هذا الخلاني يسموه filling letter أو filler letter. filler هذا البنات يستخدمون. أقصد الفيلر اللي هو اللي يملأ الفراغ ما بين الحرفين المكررين. مثلا كلمة بالون. بالون هسه لو تجي تقصقصها اثنين اثنين البي ويا الاي تاخذها سوا الال ويا الاي راح يصير عندك هنا مشكلة. فش تسوي؟ إذا حرفين صارت مشابهة ضمن جروب واحد تخلي بيناتهن filler letter اللي هو مثلا X. واضحة شباب؟ بينما شوف هنا الـ O محتاجين الـ X. دبل O هنا أنا ما نخلي هنا X. ليش؟ لأن يعني هذا الـ O صار بجروب يختلف عن هذا الـ O. المهم من أجي أباوع على الكلمة بعد أنا أفسخها إلى 2 2 لازم ما تكون الحرف حرفين مكررة بنفس الجروب. يعني ما يصير عندي جروب بحرفين مكررة. احنا هنا احتاجين الاكس بينما هنا ما احتاجين الاكس. واضحة؟ واضحة دكتور. يعني طبعا هو واحد فين دي يقولون واضحة وانا عندي
بعد 30 واحد الله أعلم. ها شو تقولون البقية؟ واضحة دكتور سيف؟ واضحة زين. طيب هاي إذا واضحة روح للنقطة الثانية. Two plain text letters. إحنا مو سقص قصناها على 2-2 سويناها 2-2. Two plain text letters that fall in the same row of the matrix are each replaced by the letter to the right with the first element of the row circularly followed the last. نفهم هاي الجملة. يعني جيت أخذت أول حرفين مثلاً أول حرفين مثلاً AR for example كان عندي AR لا على التعيين. إذا كانت الـ AR سهنانة شوفون هاي الـ AR وين موجودة؟ موجودة the two plain text are on the same row يعني الحرفين موجودة في نفس الصف. مو قلنا نقصقصها 2-2؟ إذا كانت الحرفين موجودة بنفس الصف فش أسوي؟ أخذ الحرف اللي وراء كل حرف أخذ اللي وراء ويمينه وإذا كان بالطارف أسوي سيركولرلي يعني سيركولر أرجع سايكلي. بمعنى الأي آر تشوف الأي آر لو كانت الأي آر هي البلين تكست شنو الحرف اللي وراء الأي؟ الآر آر. وشنو الحرف اللي وراء الآر؟ الأم. الأم ليش الأم؟ لأنه سايكلي. واضحة شباب؟ إذا نسعي الحالة الأولى إذا كانت الحرفين في سطر واحد مو قلنا نقصقصها 2-2 إذا كانت الحرفين في سطر واحد ناخذ الحرف اللي على يمينه وإذا كان بالطرف نسوي عملية سايكل فالأي آر صارت آر أم. زين الكيو أس شو يصير؟ من يقدر يقول لي الكيو أس شو يصير؟ لو كان عندي البلين تكس هي كيو اس يصير شنو؟ اس بي. زين لو كان عندنا اي كي اف كي لو كان عندنا اف كي جي اي لانه الاف يجي وراء جي والكي يجي وراء اي. شباب واضحه؟ شوف هاي الخطوه الاولى. ها؟ ما افتهمتها دكتور. ما افتهمتها. شوفوا اللي غايب اليوم ويقرا المحاضره اذا ما قاعده واحد يشرح لك وش ما يفتهم من عندها. وهي محاضره مهمه ترى، اعيدها مره اخرى. اول خطوه احنا جينا قصقصنا الحروف الكلمه الى حرفين حرفين، واذا صدف ان يكون الزوج هذا البير بحرف مكرر نخلي بيناتن اكس. مثل هذا الدبل ال احتاج اكس هنا، بينما هنا الدبل او ما احتاج اكس، لان يعني الاو صار هنا الزوج يختلف عن الاول هنا. هاي فقرة الاولى. دكتور وين الاحرف عدد الاحرف فردية كانت؟ نكملها 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 حرف من عندنا احنا نكملها. نضيف شيء اي حرف ببالك. اذا كانت فردية نعم هم قوس سؤال عفية. اذا كان فردية نكملها حرف اضافي احنا من عندنا بالاخير. اوكي؟ اوكي دكتور. زين. الفقرة الأولى أجي أباوع هاي الحرفين اللي أنا عندي أشوف هاي الحرفين إذا وقعت في سطر واحد إذا نسأل AR صارت في سطر واحد فش أسوي؟ الحرف المشفر هو الحرف اللي وراء من جهة اليمين وإذا هذا الحرف كان على الطارف أسوي سايكلينج. يعني مثلا نسأل هذا لو كان XZ شي يصير بالتشفير مالته يصير ZW أو كان مثلا CY يصير H السي وراء H والواي وراء B. إذا دائما آخذ الحرف اللي يليه من جهة اليمين إذا كانوا شنو في سطر واحد. واضحة؟ نعم دكتور. طبعا هاي كل أسبوع إحنا نفس المشكلة. نكمل مرتضى افتهمت هسه إذا كانت بنفس السطر شو نسوي؟ نأخذ الكاركتر. إذا كانت إذا صدفت إنه بنفس السطر هذا الإجراء مالتنا آخذ الحرف اللي على يمينه كل حرف آخذ اللي على يمينه وإذا كان بالطارف أسوي سايكليك.
نفس العمليه فقره رقم 3 اذا كانت في نفس العمود. اذا كانت رقم 3 اذا two plain text letter that fall in the same column اذا كانوا في نفس الـ 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 العمود. يعني مثلا for example mu الMU هاي الM وهاي اليو ينات الM واليو صارت بعمود واحد فالM شي يجي وراها بالأسفل C واليو شي يجي وراها M فإذا الM يوصل CM واضحة شباب؟ يعني مثلا ميقدر يقول لي الH الH P شي يتحول الى شنو؟ الاف في الاتش بي يصير اف في. واضحه شباب؟ هذه اذا كانوا شنو؟ في نفس العمود. اذا الفقره رقم 2 اذا كانوا بنفس الصف، الفقره رقم 3 اذا كانوا بنفس العمود، الفقره الاخيره اذا كانوا في عمودين مختلفين. Otherwise اذا لا صف ولا عمود. Each plain text letter in a pair is replaced by the letter that lies in its own row and the column occupied by the other plain text. يعني لو مثلا HS مثال HS أضعوا ال H وين ال H؟ هذا ال H. ال S وين؟ هذا ال S. تلاحظون هاي ال H وال S ما صايرين بنفس الصف ولا بنفس العمود. بس هذولا صارين أركان، صارين بأركان لسب ماتريكس اللي الركنين مالتهم هي البي والبي. تشوفوا الاتش اس هم أركان مصفوفة أصغر، أركانها الأخرى هي البي والبي. فش أسوي؟ أقول الاتش أخذ إله يصير بي والبي يصير اس. فاذا شو يصير عندي؟ يكون عندي البير ريبليس باي ذا ليتر ذات لايز ان اتس اون رو. يعني الاتش يتحول الى بي بي والاس يتحول الى بي. بينما اي 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 مثلا هاي الاي اي شوفوا الاي اي هذا الاي وهذا الاي ما صايرين لا بصف ولا عمود. الـ EA هما أركان لماتريكس آخر هو الـ M والـ IJ. فأقدر الـ M يصير شنو؟ الـ E يصير I أو J كيف؟ والـ A يصير M. واضح؟ هذه إذا كانوا شنو؟ إذا كانوا في صف وعمود مختلفين. إذا القاعدة كالآتي، أعيدها مرة أخرى. أول فقرة قصقصها اثنينات، وإذا كل بير صار بها حرف مكرر أخلي بيناتهم إكس، وإذا كان عندي عدد فردي أكمل بالأخير. إذا كانوا الحرفين واقعين بنفس الصف أخذ الحرف اللي يليه على يمينه، وإذا كان بالطارف أسوي سايكليك، وإذا كانوا موجودين في نفس العمود أخذ الحرفين اللي يليه أسفله وأيضا أسوي كان إذا كان بالطارف أسوي سايكليك. إذا كانوا لا بصف ولا عمود هذول الحرفين فهذول اللي حيشكلون أركان إلى مصفوفة أصغر، فهي الركنين الأخرى راح ناخذ الحرفين الأخرى اللي واقعة في نفس الصف مالته. فهمتوها ولا لا؟ اتش وكيو مثلا اف اف وكيو اف وكيو يصير جي بي. لا اتش وكيو دكتور وكيو الاف وكيو ما واقعت لا بنفس الصف ولا بنفس العمود، واقعت بمصفوفه اصغر راح يصير جي بي. دكتور اتش العفو اتش مو اف اتش اتش شنو؟ اتش وكيو اتش وكيو هذا الاتش وهذا الكيو راح يصير واي بي. يعني ما يهم دكتور اذا مربع سيف راح ناخذ يعني هاي الطريقه يعني ما تنفهم راح اسوي مثال يعني اعطيكم مثالين عليها مو مثال واحد هي يعني نختم محاضرتنا مال اليوم بها. راح نحل سؤالين مو سؤال واحد عليها. بس اريد اتاكد انه خلوها بدماغكم الطريقه، يعني شو نسوي اذا صف، شو نسوي اذا عمود، شو نسوي اذا مو صف وعمود الى اخره. لا
يعني الحين مثاليا شباب، الحين مثاليا example encrypt the message instruments using Playfair cipher for the given keyword monarchy أو monarchy monarchy. فش أسوي؟ أول خطوة أجي أرسم هذا هاي المصفوفة شباب، أول خطوة بالحل أجي أرسم هاي المصفوفة أكتبها 5x5 أكتب الكيورد بدون تكرار، أنا بالصدفة هنا أنا ما بيها تكرار فنزلتها لبسها، أتكمل الحروف من أوصل للآي والجي أكرره إلى أن أختم للزد. هاي واضح، واضحة؟ إذن أول خطوة جنائية الكي سكوير 5x5 زين، وجريد أوف ألفابيت اللي مثل ما شرحنا. طيب الدايجراف هذا شو اللي حيصير عندي؟ instrument instruments instruments قصقصها اثنينات I N بعدين S T. انتبه كل حرفين ما اسمح بتكرار ابد، I N S T R U M E N T هذا لا يسبق وحده، فش اسوي له؟ اخلي له حرف من عندي بكيفي. If there is an odd number of letters, a Z is added to the last. سؤال جوابا على سؤال اللي سأله سيف قبل شوية. إذا كان عدد الحروف أصلاً فردي، نضيف أي حرف مثلاً Z. بس هذه البلين تيك صار instruments وهذا Z من عندي ضفته. هاي البيرات كل واحدة تشفر من هذا الجدول على القاعدة اللي شرحناها قبل شوية. اثنين اثنين. يعني مثلا نجي ناخذ ال I N I N وين ال I؟ هذا ال I. وين ال N؟ هذا ال N I N. هذا اللي صايرات شنو؟ صايرات مختلفات، فال N يصير A وال I يصير G. فهنا الحل نشوفه هنا الحل المفصخ، تفصخ فصخ لكم اياه. اللون الاخضر هو البلين تكست واللون الاحمر هو السايفر تكست. تشوفون شلون دلال على اللي ما يفهم يفهمها من عندي 100%. هسه باعوا الانسترومنت هي هذه البلين تكست I N S T R U M E A N T Z. نجي على وحده وحده I N instruments هاي صايره لا بصف ولا عمود، راح اخذ الاركان الاثنين البقيه. الاي شي قابلها يقابله جي، ناخذ الحرف اللي بنفس الصف الاركان الاخرى والاي يقابله الان، فاذا الاي ان صار شنو؟ صار جي اي جي اي جي اي. الاحمر هو البلين تكست شباب، اعيدها مره له اي ان هو البلين تكست، هذا الاي وهذا الان. اكمل المربع او المصفوفه او المستطيل، الاي يقابله جي والان يقابله اي. اللي ما افتهم يشوف الوراها، وراها شنو هي؟ مال الاس تي. اس تي شوف صايرات وين؟ الاس والتي صايرات بنفس الصف، فالاس يجي ورا تي والتي يجي ورا شنو؟ ال. تمام؟ فإذا الـ ST صار TL. اللي ما افتهم يروح للـ RU. 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 أكمل المستطيل هذا RU. الـ R يصير M والـ U يصير Z. الـ R يصير M والـ U يصير Z. وهكذا أكملها كلها. استاذ يعني احنا لازم نحل على هذا الحال؟ الجواب نعم، اما ترسمها كلها او من خلال هالمصفوفه تراوين اياها. طبعا هاي المصفوفه تختلف اذا الكيورد اختلف. عمليه التشفير هنا تصير حرفين حرفين، واذا
الكلمة عددها فردي نضيف احنا حرف من عندنا. ها شباب؟ لا واضحة دكتور. واضحة. بالمثال بس. زين دكتور تسمح لي دكتور؟ نعم سيد. دكتور ساعدنا مشكلتي انا الاول المشكلة مال الاي والجاي. الحرفين ناخذ واحد من عندهم، المشكلة الثانية الحرف الإضافي اللي نضيفه إذا عدد الأحرف فردية. ما يفرق لك شيء، هذا الحرف الإضافي ما يفرق لك شيء، اللي هو حيرجع لك إياها مرت له. أنا قصدي دكتور بفك التشفير بعدين شلون راح نعالجها؟ نفس العملية فك التشفير همين، هسه أرجع هسه أرجع فك التشفير أعطيك هذه. هذه. نعم. وأعطيك هذه؟ راح ترجع نفس الجدول هذا. نفس هذا الجدول لان حتطاوع الجي اي وين الجي اي هذا الجي اي مثلا هذا جي اي الجي اي راح تلقاها بصفين وعموده مختلفه فهي الاي ان راح تقول لي هي اي لو جي جواب نعم عندك مشكله بس بالاي والجي نعم بس هذا اول شيء ما اي نعم اي وبالحرف الاضافي اللي ضفناه باخر هذا بالاخير يصير تقدر تهمله هذا تبرا ماكو طبعا هي باوع هذه احنا انا دا اجيب لكم يعني كم حرف بس هي عمليه اذا واحد يطبقها مو خمس حروف فالرساله متكونه من الف حرف فالحرف الاضافي ما له قيمه سيب ما له قيمه نعم واضحه شباب هذه بلاي فير مسوي لكم مثال اخر انا خاف يعني ما افتهمتوها هذا مثال اخر بانذر مسج بغير مصفوفه encrypt the message hide the gold in the tree trunk using playfair cipher for the given keyword playfair example ونانا اول خطوه نسوي المصفوفه play fair example هنا نبيه تبيها تكرار شباب بار علي هنا نبيها تكرار دائما الخطا يقوم بالطلاب من يكتبون المصفوفه هاي المصفوفه اذا انكتبت غلط السؤال كله غلط غير بالك اعيدها مرت له هاي المصفوفه اللي هي تعتمد على الكيورد اذا انكتبت غلط السؤال كله غلط الرسالة مالتي وصلت واضحة دكتور يعني خلينا نشوف شلون هذه انكتبت باوع علي اول شيء باوع على الكيورد ازيل اي تكرار بيها يعني اذا شوف هنا اي واي متكرر اخذها مره واحده اقول بي ال اي واي اف الاي شلته ما خليته بعد ورا الاي شي يجي اي ار اي اكس الاي مرت له تكرر ما اخليه تمام ان البي موجود الال موجود والاي موجود فاذا احنا ننتهد الى الام اذا بلاي فير بدون تكرار تحولت الى بي ال اي واي اف اي ار اي اكس بي اكس ام اخر شيء يعني اول فقط اول سطرين فقط طبعا هذه دير بالك لا تستعجل على كيفك لان يعني الخطا هنا بها قاتل شباب واضحه هذه فيما يخص المصفوفه فيما يخص ال البلين تكست شو اسوي؟ اجي اخذ البلين تكست تشوفون هذا الجدول جوا البلين تكست انا شو عندي البلين تكست؟ هايد ذا جولد ان ذا تري سترامب خبي الذهب باقيين بوقه هذول ها؟ بس اكو بعض الحروف مكرره فادير بالي من اشوف اكو حروف مكرره ادير بالي الحروف المكرره لا يصبح بها في زوج واحد يعني مثلا او اجي هنا الجو هايد هايد اتش اي ما بيها مشكله اتش اي دي اي ذا ذا هياتها
Gold, G O L D N N I N T the trees. هذه هنا تري أبيها مشكلة. T R E ما يصير أخلي دبل إي هنا. شوفوا شباب الإكس هذا الإكس سبب وجوده وماكو بالكلمة إكس. ماكو بالكلمة إكس هنا. الصدفة هذني الدبل إي صارت وين؟ صارت في نفس الزوج البير. إذا رهم أن يكون الدبل إي أو الحرفين المكررة في نفس البير في هذه حالة نحتاج أن نخلي الإكس. فهنا خلينا الإكس إي إكس بعدين إي إس اللي هو مال سترامب تي يو أم بي سترامب. شباب هاي نقطة كلش مهمة يعني أحذركم من عدها. شنو هي الشغلة الأولى؟ أول شغلة لازم تكرر المصروفة بالكيوار. أول فقرة أدير بالي من أكتب المصروفة الكيوارد الحروف تكتب بدون تكرار وأكمل بقية الحروف الهجائية كلها أكملها. شوف سيف المشكلة مع الآي هنا ما تكررت ليش؟ لأن الآي أصلا موجود هنا. الآي أصلا موجود. الآي هو نفس الجي. الآي هو نفس الجي. واضح؟ طيب هسه خلي نستذكر واللي ما افتهمه زين خلي نشوف هذا شلون هاي الألوان هاي مسوي لنا إياها المدرس شلون بصير عملية التشفير. استاذ نعم. بس سؤال نعم قبلها اي الله دا اسمع صوت يعني من اللي من دا يحكي ساره ساره بتفضلي ساره استاذ اذا مثلا كلمه تري يعني خمس احرف موسى جتنا كلمه تري اربعه فصارت مقطعين فحطينا اكس ويا الاي نعم اذا تري خمس احرف يعني حتصير التي اتش ما له علاقه بالتي ما ينحطها اكس هي يعني ما تعامل ويا الكلمه واحده وانما هاي الكلمه ضمن جمله. انا اللي يهمني خلي ارجع للشكل اللي يهمني انه من اجي اقصقص هاي الكلمه الجمله من اجي اقصقص الجمله اللي طانا اياها ما يصير اخلي هنا حرفين مشابهه. واضحه؟ يعني اعتمد على التقطيع ما نعم. اعتمد على الكلمة. قطعي الجملة الناطقة بالسؤال قطعيها اثنين اثنين بالبداية قطعيها لو ما انتبهتي لو ما منتبهة عشان صار عندك هنا دبل اي صح انت توصل هنا دبل اي قول اوه ما يصير دبل اي شو اخلي اكس والاي وراها اكمل بالوراء. واضحة؟ اي واضحة شكرا. اكو بعض الطلاب يقول لك انا خلي احسبها من لا تحسبها من البداية شباب احسن طريقة شو تسوي؟ احسن طريقه انه انت تجيب البلين تيكس وتسوي لك هذا الجدول اللي تشوفوه جوا وتبدي تكتب اثنين اثنين من الجمله اللي اعطيك اياها بالسؤال والان تباوع عليها هذه كلها تباوع عليها تشوف اكو حرفين متكرره نفس الحرفين صارت في بير واحد اذا صار عندك هذا الشيء ها هاي الحرفين احنا لو ما منتبهين هنا كان عندك كان صار عندنا هنا اي وراء اي فتسوي شيل هاي الاي الاولى خلي مكانها اكس وانقلها الخليه اللي وراها واكمل اعتقد هسه صارت واضحه. نعم دكتور واضح هسه نجي اذا سوينا هذا الجدول اللي هو مال البلين تكست هذا قصقصناه وسوينا هاي المقطع علمناها ورا الام يصير عندي بي سي دي اي موجود اف موجود جي موجود الجي اتش اي الجي هو نفس الاي هنا كي ال ام الى اخره. العفو دكتور. نعم مروه. اذا الاي موجوده بعد وين يحتاج نكتب الجي؟
لا مو هي احنا بكل الاحوال هو الاي يعوض عنا جي لانه انا ايه؟ عندي هنا 25 اي نعم دكتور الوقت اللي هي الحروف اللي جايه 26 فالاي ايه يساوي جي يعني ما يحتاج فهمتك الاي يساوي جي اما اي او جي كيف يعني هو نعم. هو بلاي فير قال اني ارجع السلايد يا سلايد هذا او هذا هو الخوارزمية الرئيسية تقول اي او جي كيف كيف زين تمام اي او جي نعم دكتور نعم هسه نجي بعد ان تاكدنا كل الزين انه هاي المصفوفه صحيحه وتقطيعنا للبلين تيكس صحيح مضبوط اجي انقل البلين تيكس الى السايفر تيكس بنفس القواعد اللي حكينا بها قبل شويه اجي اباوع البلين تيكس اتش اي اتش اي وما واقعات صف واحد ولا عم واقعات بهالسكوير هذا بهالريكتانجل فايش يصير عندي الاتش اي الاتش يصير بي والاي يصير ام واضحه الاتش يصير بي هاي الاتش اي هو يحدد لي مستطيل هذا المستطيل الاركان الاخرى مالته اللي باللون الاحمر هذه هي اللي سايفر تكس بس شنو اللي صايرات بنفس الصف يعني السايفر تكس مال اتش هو مو الام هو البي اللي هو بصف واحد والسايفر تكس مال الاي هو الام فصار عندي الاتش اي تحول الى بي ام الاتش اي تحول الى بي ام نفس الشيء دي اي دي اي طلعوا دي اي دي اي الدي شي يجي ورا او والاي شي يجي ورا دي فاذا الدي اي صار او دي واضحه نعم دكتور زين يجي ورا نعم مصطفى يعني لكم قاعده ذهبيه لا يجوز التكرار بالازواج اذا صار تكرار خلي اكس هذا جواب لاي سؤال من عندكم بس خلي نكمل هذا المثال وحطلب من عندكم نفس هذا الجدول اعطيكم كلمه وتردوا لي اعطيكم جمله وتردوا لي السايفر تكست مالتها خلي نكمل يجوز تطلع بها كل شيء يعني الإذا إذا هواي أكو إذا ترى مصطفى هواي أكو إذا زين خلينا نكمل وين وصلنا وصلنا للدي إي الدي إي الدي إي الدي إي يجي وراء أو والإي وراه دي بعدين الدي إي صار أو دي الدي إي صار أو دي تي إتش تي إتش تي إتش صارت أركان بالأركان تي إتش صارت بالأركان أكمل المستطيل هذا الأركان الأخرى هي Z B B T صار Z وال H صار B وال T H صار Z B وهكذا E G E G E G أيضا بأركان يصير D X D E G يصير X D وال O L O L يصير A N او الا ان اي يعني او قبل الان ان اي وهكذا بقيه الحروف تكملوها للنهايه شباب هذا خوش هسه شريد من عندكم اذا فهمتوني راح اعطيكم جمله اعطيكم جمله وهاي الجمله عندكم كذا دقيقه نختم بها محاضرتنا ايضا تشفرون واول واحد يدز لي السايفر تكست صحيح الى امتياز اول واحد يكمل السايفر تكست صحيح الى بلس تسمعون يا عيد امرت اللخ يا شباب الحاضر يعلم الغايب الحاضر يعلم الغايب اللي طلعوا راح يخسرون اللي طلعوا من المسابقة راح يخسرون يعني دكتور اكتبها بورقة وانت زي؟ لا تفتحين سبيكر او على الشات
تطبعي لي اياها بالشات، اول واحد يدز لي اياها يحصل درجه من عندي. وعندكم الشات موجود بالميت حروف راح تطبعوها، راح ادز لكم، راح اقول اني راح اقول هذه هي السايفر تكس، وما راح اصعبها عليكم هسه، راح اعطيكم السايفر تكس لنفس هذه المصفوفه، يعني الكيورد نفسها ما راح اغيرها، يعني تاخذ وقت هذه قبل تغلطون بها. زين؟ يعني تستخدمون هذه المصفوفه. دكتور. ها. طلع الشطار من المسابقه. اطلع الشطار من المسابقه. ايه. يعني تحت اي سند قانوني هذا؟ دكتور يعني حتى احنا نشتغل على كيفنا. لا هي كل واحد يعني ليش نخلي وقت احنا للامتحان؟ دائما نقول هذا تايم الاود هلقد. لانه مو فقط الطالب لازم يحل السؤال، لازم يحل السؤال بهذا الوقت. زين؟ يلا دكتور. يلا نبدي؟ يلا. نبدي. الجملة هي My name is ماهر. تعرفون تكتبوها لو اكتب لكم اياها؟ دكتور اكتبها. اكتبها بالشات؟ قاعدة تضيعين وقت ملعونة. تضيعين وقت. My name is ماهر. يلا هو حباوع الشات من اول المسابقه انتهت، ومصطفى عندك شويه خطا بسيط، خطا بالبدايه كلها صحيح بالاخير استعجلت. اكس اف ال او اي اكس ام صحيح، كي اي اف كلها صحيح، اخر شيء وتحتاج زيت، ما ضايف زيت، يعني هاي اثنينات تحتاج زيت بالاخير. على العموم اخر شيء، بس اخر شيء زيت ما ضايفه. مروه طارق همدزتها وغلط. مروه طارق مو صحيح الاجابه مالتك. مروه طارق دزتها غلط. مروه طارق دزت الاجابه غلط. خلي نسويها سوا شباب، خلي نسويها سوا، خلي نسويها سوا شباب، خلي نسويها سوا. انتهت وقت المسابقه والجائزه اخذها مصطفى، ونرجع. شطار. ساتيه من البدايه كان الوضع طلعت شيء ليش لعب؟ ممكن نطلع الشطار؟ نعم. طلع شلت. شباب خلينا نسوي سوا. My name is ماهر. أول شيء عندي؟ راح يكون عندي my name. البيارات راح تصير M Y N A M E I S M A H E R Z. وياي؟ بعدين الام واي أباوع على الام واي. الام هذا الام وهذا الواي. وين الواي؟ هذا الواي. ام واي يتحول الى اكس اف. مي مثلي دكتور؟ لا انت سويتها بالعكس. سويتها بالعكس. شنو الفرق؟ لازم لا لازم الام بنفس السطر مالته، الام قبل الام بعدين واي. فاذا صار عندي الام واي يصير اكس اف بنفس السطر. بعدين ان اي ان اي الان هاي الان وهذا الاي ان اي يقابله او ال او ال او ال ورا ام اي الام اي هذا الام وهذا الاي الام يجي ورا شوفوا الام اي صارت بنفس السطر فايش يصير عندي؟ يصير عندي الام سايكليك يجي ورا الاي والاي وراء اكس فاذا اي اكس از اللي هو اي اس اي اس الاي اس الارقام مالته هو ام كي فيصير عندي كي ام كي ام اي اس ام كي الاي اس يصير ام كي بعد شو وراء ماهر ام اي
ام اي ام اي هو الارقام مالته هو اي اف. بعدين اتش اي اتش اي اتش اي الارقام مالتي راح تكون دي ام دي ام. بعدين اخر شيء عندي ار وحدها اضيف لها زد يصير عندي ار زد اللي هي ياهو الار زد هاي الار زد اللي راح تكون ام يو. واضحه شباب؟ هذه هي السايفر تكست. دكتور هاني سوي مصفوفه جديده مساء ارجع للشات خلي اشوف من اللي استلمت من عنده مره بس مو غلط مو اف اكس بس مصطفى اكس اف او صحيح بس عندك بالاخير شوي مستعجل كنت دكتور هاني صح 90% صحيح اكس اف او ال اي اكس ام كي اي اف تمام كلها تمام دي ام كلها صحيح. دكتور اخر وحده اي حرف اضيف بالار ارجع على المحاضره اخر وحده اللي هي الاي ماكو الار وحدها ار يراد لها زت وياها دائما زت يعني قصدي اذا قصقصنا الكلمه الجمله وصار عندي عدد فردي اضيف حرف اللي هو زت واتفقنا قبل شويه دائما دكتور نعم نعم هنا ما عندي تكرار ما عندي فيلر ما عندي فيلر لتر ما عندي فيلر لتر لان الان الجمله اعطيتكم اياها ما بها تكرار ما بها مثلا تري او بالون او فيلينج او الى اخره. دكتور زين دكتور تسمح لي اذا عدد الاحرف فرديه وبقى عندي زت بالاخير وحده هم اضيف له زت ما يصير اضيف له اكس لا اذا حرف بالاخير بقى اخر واحد حرف اي ضيف له مو زت خلي له غير شيء قليلة مو يعني هي الفكرة انه هذا هو مو يبقى طايف يهمل نعم هي الإضافة دكتور. شباب واحد يقول سأل ليش أضيف بالأخير وليش زين ممكن واحد يضيف بالبداية يصير بس هو متفق عليه بالأخير يعني احنا دائما يعني حجم الرسالة يعني هي مو خمس حروف ولا عشر حروف نجز رسالة طولها صفحتين الحرف لا شيء بالأخير ما يأثر وكو بعض الكلمات من ترجعها بها خطأ حرف تبقى الكلمة مفهومة دكتور ممرات حرف يغير معنى كلمة لا المشكلة يعني إلى حد ما إلى حد ما نعم يعني بعض الكلمات بالإنجليزي نعم اي دكتور يعني بالإنجليزي حتى صحيح. بالعربي فهاي الطريقه بها مشكله المفروض يعني خاصه بالفك التشفير قصدي من الفك التشفير ممكن العموميه طريقه البلوك خلينا نسميه اللي هو البلوك اوف تو نسوي هذه ان شاء الله بالمحاضره القادمه يعني بالاسبوع القادم نحن نقترح طريقه او شخص سوانا طريقه اخرى يودينا الى الرياضيات الصرفه والمصفوفات والانفرس فلكم تراجعوها شباب عليكم تراجعون للاسبوع القادم المصفوفات والديترمننت والانفرس اوف ماتريكس عليكم تراجعوا ليها للمحاضره القادمه والاسبوع القادم واضحه شباب عليكم تراجعوا ليها لانه نحتاجها بالمحاضره القادمه راح يكون عندنا طريقه ايضا تستخدم البلوك وهاي طريقه البلوك مو هاي اللي تسورب العين واحد اذا يستعجل شويه عيونه تسورب يغلط مو وحتى حسابيا يعني كتابه البرمجه مالتها مو عمليه سهله لكن هسه الحاله الاحسن من عندها اللي مو بالضروره اثنين اي رقم ببالك اثنين ثلاثه اربعه بكيفك راح ندرسها بالمحاضره القادمه وحتى عندها قابلية هاي الطريقة راح نشوف انه قابلية البرمجة بالحاسبات بسهولة واقوى من هذه والمفاتيح مالتها اقوى من طريقة البلاي فير سايفر. الموضوع حلو قام يعجبكم هسه؟ نعم دكتور. الطالب اللي يحب المادة يفهمها
بس اللي يكرهها ما يفهمها يعني ما يعني ظل يحفظها وينساها. أكو شيء عندنا بعد اليوم؟ تعيد المسابقة دكتور؟ المسابقة نعيدها؟ لا. إيه. بس أكو مسابقة. نحن سوينا مسابقة جديدة. بناتي ودي شباب. بالمحاضرات القادمة أيضا أكو مسابقات من نفس النوع و يعني تحضروا لها، فلهذا لكم الانتباه التام وياي بالمحاضرة. يعني أكو بعض الطلاب اكتشفت، ومو بس يعني بعض الأساتذة هم كذلك اكتشفوا أنه الطلاب يدخلون ويعوفون الموبايل ومجرد يدخل ويروح يكمل نومته، أو إذا عنده شغل بالدائرة يدخل ويخلي الموبايل على صفحة ويروح يكمل شغله. فشباب يعني هي الغاية من جيتنا المحاضرة شنو؟ يعني شنو الغاية؟ يعني شنو غير نتعلم؟ فهذه يعني متنتبهون زين أثناء المحاضرة، اتوقعوا بالمحاضرات القادمة مثل هاي هواية كترة جوائز لمن يدز الإجابة الصحيحة على الشات أول واحد. وجود إذا السؤال شوية أصعب من طيب، بس مو الأول واحد، أول واحد وثاني واحد. الجائزة الأولى مثلا 5 درجات، الجائزة الثانية 3 درجات، وهكذا. إذا ماكو شيء يعني ترى يعني صار قلاصي ما يمسخن مال اللقاح مال البارحة أخذته. عندك العافية إن شاء الله دكتور. إي والله، بس يعني الواجب ما يمنعنا، بس عدد الاختلاط وصوني قالوا لا تختلط هواية. يعني إلى أن شوية بد 4-5 أيام يمضي اللقاح بجسمك هاي الجرعة الثانية. الجرعة الثانية. فايزر، لقاح اسمه فايزر امريكي على العموم. بالشباب ما يدري عفوا اخذ برا فتره لازم تاخذ اسبرين وياه. اي احوال يعني شلون بدي احكي وياكم علي؟ صار لي شريطين خلصت. لا لا شنو اسبرين؟ اسبرين انا يعني مستمر عليها محمد، يعني اسبرين ابلع.